هذا يسأل يقول: ما توجيهكم تجاه الحملة الشنعاء على كتب السنة النبوية وبخاصة على صحيح البخاري؟ يقول: حيث صدر الأسبوع الماضي حكم قضائي من المحكمة العليا في إحدى الدول بإلزام الجهة الدينية العليا في تلك الدولة بتنقية وتنقيح صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، وعلق بعضهم بأن هذا إقرار ضمني بأن البخاري كتاب به الكثير من الخرافات على حد زعمهم بل إفكهم. ما واجب الأمة العلماء أو طلاب العلم على وجه الخصوص تجاه هذه الحملة على صحيح البخاري، لا سيما وأننا في هذا الدرس المبارك؟ هذه الحملات ليست وليدة اليوم وليست جديدة، والحملة الشنعاء على صحيح البخاري وغيره من كتب السنة قديمة، بدأت من رؤوس البدع من المعتزلة وغيرهم. تركيز على صحيح البخاري لأنه الرأس في هذه الكتب، فإذا قطع هذا الرأس سهل الباقي، وإذا تطاول الناس على البخاري فما دونه من كتب السنة يقبل، كما تطاول المتقدمون من أهل الكلام لا سيما أهل الاعتزال على أبي هريرة. لماذا أبو هريرة بالذات؟ لأنه أكثر الصحابة رواية، فإذا طعنوا في أبي هريرة وطعنوا في مروياته بسببه سهل الأمر فيما بعد، لأنهم إذا ارتاحوا من أبي هريرة ارتاحوا من نصف السنة، ولذا أذنابهم من المتأخرين من الليبراليين ومن المستشرقين قبلهم ركزوا على أبي هريرة. ففرق بين أن يركز على من يروي الألوف المؤلفة من الأحاديث ويرتاح منها جملة واحدة، وبين من يركز على المقلين من الصحابة. هؤلاء لا يؤثرون، يعني إذا طعنوا في أبيض بن حمال يحتاجون إلى أن يطعنوا في 5000 راوي ليعادلوا أبا هريرة، أو آبي اللحم مثلا الذي لا يروي إلا حديث واحد مثله. فهي الحملة مدروسة، والهدف منها هدم السنة، الهدف منها هدم السنة، لأنهم ما ينظرون بإنصاف. والدراسات من قبل أهل الحديث تؤكد أن أبا هريرة مع ثقتنا به وبمروياته وبحفظه حافظ الصحابة على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ابسط رداءك، فبسطه، قال: ضمه، فما نسي حديثا قط. يعني مثل هذا يتجه إليه طعون هؤلاء لولا أنهم مغرضون وهدفهم السنة لا الشخص، لأن أكثر الأحكام الشرعية إنما ثبتت في السنة، فإذا طعنوا في السنة القرآن فيه أحكام لكنها مجملة، إذا طعنوا في السنة وارتاحوا من حجيتها طعنوا في الدين كله، لأن المجملات في القرآن لا يمكن فهمها ولا العمل بها إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فالأهداف معروفة والنوايا واضحة مثل الشمس. لا يأتي شخص يطعن في البخاري ويقول: أنا قصدي حسن وأنقي السنة من الله. طيب، عقلك الذي تزعم أنك تنقح به البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البقرة التي ركبها الرجل فقالت: إنا لم نخلق لهذا، هذه من عوام المسلمين ومن أحد طلاب العلم أن يقول هذا إسرائيلي،
لكن الحديث في البخاري ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر عمر. وش العقل اللي يقاوم مثل هذا الكلام؟ أما في الشريعة أمور تحتار فيها العقول، وفي الشريعة أمور تعبدية لا تصل إليها العقول. ماذا يقول الراسخون وماذا يقول غيرهم؟ أهل المتشابه يتبعون أهل الزير ويتبعون المتشابه أمثال هؤلاء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا الدين الحقيقي والإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد له، وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. من أنت يا مسكين لتتطاول وتقدح في أحكام الذي خلقك وهو أعلم بك؟ هذه الطعون وهذه وهذا القدح، ما أنا ما سمعت أحد يقدح في سنن ابن ماجه. نعم، لأنه إذا قدح في سنن ابن ماجه بيجد صحيح ونوافقه، وبيحتاج إلى أن يطلع إلى كتاب فوقه ثم يطلع إلى السنة كلها. لكن إذا قطع الرأس وهدم البخاري ما يحتاج أن من لن يقف في وجهه أحد. لكن هذه وظيفة العلماء وطلاب العلم، وواجبهم البيان، وأيضا ولاة الأمر من المسلمين إذا حسوا بالخطر الداهم وأن المراد القضاء على السنة ومن ثم القضاء على الدين بالكلية، ولعل هذه الأمور تكون من أولويات المجمع الذي أمر به الملك سلمان وفقه الله. هذه من أولويات المجمع، لا أقول طبع الكتب وتحقيق الكتب، هذا شيء جيد، لكن كتب السنة كلها موجودة ومتداولة ومشت الناس عليها. ولا أقلل من أهمية المقارنة بين النسخ وجلب المخطوطات، لكن الأهم هو هذا الدفاع عن السنة، والله المستعان.